اليوم الأربعاء 8/1، صلاة العصر هنا إن شاء الله نصلي في مكة في الحرم، ونتوجه إن شاء الله إلى جبل ثور. ياسين غلا محمد from أرجنتينا، من الأرجنتين، وحسين. أجواء جميلة إن شاء الله. الآن نصلي وبعد الصلاة نمشي. الطريق الآن إن شاء الله إلى جبل ثور، مبيت هناك إن شاء الله مع ثلاثة من الزملاء رابعهم. هذه الحمير هناك بيحمل عليها، شايف في حمير يشيل عليها الأكل. ما هي باينة في جبل ثور هنا. هذا في الطريق طالعين جبل ثور، لقينا الصندوق هذا على الطريق، ما ادري كنز تبرعات هي هذا الطريق. لسه باقي والله شوية إلى أن نصل القمة. هناك النور، شفت النور هذاك البعيد، هي القمة. هذا ياسين، هذا المنظر من جبل ثور، شايف كيف جبل ثور، المنظر مكة من أسفل، كيف شيء جميل. تقريبا قريب أصعد الملأ. هذه الحمير تطلع جبل ثور. أطلع بالأغراض معاها. عليكم السلام. منظر مكة من هنا، يا سلام. وهذه الخيام، وهذا جبريل. كيف جبريل بعد الرحلة، بعده الطلوع صعود الجبل؟ والله ما شاء الله جيد جدا، بس عندي شد عضل. أخونا أبو هاشم جالس لسه في مكانه، الله يعطينا إياه الصحة والعافية. هذا يا جماعة شوفوا غار ثور. غار ثور طبعا غير غار حراء، ها؟ أكيد. أيوه نعم. وهذا شوفوا الغار هنا، وهذا أخوي أبو هاشم بيطلع لي تمرة عشان يقوتني. التمرة والشاي تلقيمه يا ولد، والدافور والعلوم الطيبة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هيا تفضل يا سيدك مولاك حبيبي. هذا صبيحة اليوم التالي بعد ما صلينا الفجر ولله الحمد، وشربنا شيء من القهوة، تقهوينا يعني. نزلنا من الجبل، وشاروا علي الإخوان أني أشوف أحد، أجر أحد يشيل الشنطة. هذا أخونا شايل الشنطة إلى أسفل الجبل، لأنه أيضا النزول يبغاله تبذل مجهود. والبارح حقيقة يعني أنا أعتقد أني ظلمت نفسي،
طلعت بهذا الوزن اللي انتم شايفينه على ظهر الرجل هذا الى فوق الجبل. انا غير متعود على صعود الجبال ابدا، ما ادري متى اخر مره اصلا طلعت جبل، ولا ما قد طلعت جبل يمكن. وطلعت هذا الارتفاع الشاهق زي ما انتم شايفين الان، احنا في منتصف الجبل تقريبا. شوف البعد، شوف ارتفاع الجبل كيف. لكن الحمد لله طلعته، وممكن بالعزيمة والإرادة أي واحد يطلع. كانت تجربة جميلة. وبعد ما نزلنا هذا اليوم اللي هو يوم الخميس، كان 9 تقريبا واحد، قبل يومين 3 أيام، توجهنا لإكمال الرحلة الشباب. نزلنا من الجبل، أنا رحت للبيت، بيتي في مكة هنا. وفي آخر النهار هذا جبريل شوف معاه كيس النوم، ويشير للرجل إنه في مشكلة عنده جهة الساق فوق. الحمد لله يعني نزلنا من الجبل وإحنا سعداء بهذا التجربة الحلوة. وشوف هذه المرأة المسنة طالعة مع أولادها. هو يقول لي لا، تبغى تجرب نفسك يعني ها؟ طيب خلاص أوكي. الحمد لله وصلنا إلى أسفل الجبل، هذا بداية الجبل هنا، في مكتب خاص للهيئة السياحة ومش عارف، وهذا هنا بداية الصعود الجبل اللي بيصعد. وصلت عند الشباب، عند جبريل اللي وياسين. هذا ياسين جبريل. ومحمد نايم خلاص. ايوه هذول الشباب اللي البارح كنا في مشينا من الحرم الى طلعنا جبل ثور، وانفصلت عنهم انا، رحت البيت وجيت بالسياره هنا، وان شاء الله نقضي الليله مع بعض هنا. تسلم ايدك يا ياسين. الكاسك. ايوه هذا الكاسك. يا بسم الله. هاك. يا سلام. يور كاب. هات. يا بسم الله. هذا البسم فين جاء في ذا الخلاء؟ وهذا انا. انت الله في راسي. يعني توصى بنفسه. هاك. هذه كل ليلة تنخيمه. هذا المكان البارح اللي خيموا فيه الشباب ونمنا هنا فيه. هذا وأنا نمت في السيارة. إن شاء الله الآن الشباب بيكملوا مسيرهم إلى المدينة المنورة، هذا اليوم الثاني. رحلتهم على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم ونفس المسار. وأنا إن شاء الله رايح من هنا إن شاء الله إلى القصيم بإذن الله. إحنا الآن في ضواحي مكة، يعني في خط الليث هنا، في الطريق هذا اللي هناك وراء المكان ذا اللي هو القادم من الكعكية إلى الليث. الشباب بيجهزوا عشان ينطلقوا هذا اليوم الثاني او الثالث في الرحلة. هذا المكان انا ان شاء الله امشي من هنا على القصيم، طريق الليث، احنا في ضواحي مكة. الشباب خلاص ان شاء الله بيمشوا واصلوا مسيرهم، وانا من هنا امشي ان شاء الله برضو على القصيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طريق السلامة. مع السلامة. محمد من الارجنتين، وياسين من المغرب، وجبريل من باكستان لكنه مقيم في المدينة. ما أدري جبريل كيف حيواصل، رجله تعوره من صعود جبل ثور. بات إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله.